اليوم هو الجمع. الجمع عملية ضم مجموعتين معلوم عدد عناصرها في مجموعة جديدة. يعني عندنا مجموعتين أريد نجمعهم ونضمهم مجموعة جديدة. راح ننفذ هذا تعريفنا وراح نفهم شنو الجمع على الوسيلة التعليمية اللي عندنا. نروح للوسيلة ويا الطالب علي. علي اكتب لي أربعة وهنا أنا اكتب لي اثنان. أحسن، اثنان زائد أربعة. علي حط لي اثنان من هنا، حط لي اثنان. احسب واحد، مدى أسمع صوتك. أحسن، وهناك حط لي أربعة من الذهبيات. صوت عالي علي، مدى أسمع صوتك. أربعة، أحسنت علي. اثنان زائد أربعة إيش قد يساوي؟ احسبهن كلهن. اثنان زائد أربعة إيش قد علي؟ إيش قد طلعتها؟ احسبهن. ستة. إيش قد صوت عالي؟ ستة. أحسنت، صف قولي صفقة رياضية.